أصدقاء التاكسيستية، اللي نفركسوا عليه اليوم هو نفسه اللي يلعب بلاي ستيشن كل يوم. مريوله أحمر شعشع وظاهر العينين، مكتوب عليه أويل ليبيا، ولابس كاسكيت زرقاء، وهيك تصويته في كيوسك أويل ليبيا المنار. صديقنا لنديس، صباح النور. صباح النور جابور. بلها صباح النور. صباح النور، صباح الفل. كيف الحال؟ دونك البارح والبارح عرفنا اللي انت مغروم بالبلاي ستيشن، فريق مفضل بالنسبه للجمعيه ريال مدريد، وبالنسبه للليكيب ناسيونال قلت نكون جمعيه واحده. ياك ها؟ اما ليكيب ناسيونال برازيل. ليكيب ناسيونال البرازيل. بالنسبه للسد المستمعين اللي ما يعرفوش يلعبوا البلاي، فسر لهم الفلس كيفاش. انا هي اللي تشوت، انا هي اللي تسنتر، انا هي اللي تعدي باس، انا هي اللي تحصر. امشي بلها. اكثر حاجه تحفظ تشوت بلسانك. لا لا، هذيك اقتراح وائل البارح. سامحني، فض امورك مع وائل. الكارو شنو يعمل؟ كارو كارو شوت دور سنتر. اما ما تغرمت بالاكس بوكس. راه الاكس بوكس عالميه. الاكس بوكس الاكس بوكس مش نفس المعطيات. ها، مش نفس المعطيات. مش نفس المعطيات. انا اخويا نقترح عليك دور مباشر معناتها الساده المستمعين يبداو حاضرين واحد، وانا ما نتحداك ونربحك. بيه نحب نسأل الحاجة. اسألوا. كان ينجم يخلي لي هكا كوان في القهوة نتاعو ونعمل مشروع بلاي حتى. حلو يا سرينجا. سي وائل بربي قص الموسيقى. سي سعيد. سي وائل. نعم. قال لك بلها تخلي ليش كوان نحط فيه واحد تاع بلاي ستيشن. قال لك ان شاء الله المشروع الجاي. قال لك خطوه كوب دي موند واحد ما نجموش. هيا اعطينا شويه اوصاف، انت وين بالضبط الاصدقاء التاكسيستي؟ انا ما قلت البارح لوج على خدمه. اي اوفان دبرت خدمه في كيوسك ليبيا. انا غادي لابس ليبيا، ما الكباب اللي فيهم يشدني. كيوسك أويل ليبيا وين؟ قول لهم بالضبط. في المنار. بالضبط في المنار. انت توا في كيوسك أويل ليبيا المنار. بلها أصدقائنا التاكسيستية، ركزوا مليح. باي باي. أوبان كانغنام ستايل، كانغنام ستايل. بويجي만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 강남 스타일 오빠 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 كالعادة جعفور تم القبض علي. كالعادة جعفور تم القبض علي. هاي صديقنا التاكسيست شنية اسمه وشنية رقم التاكسي نتاعو لو كان بحذاك عديهولي. اسمه حسين ورقم التاكسي نتاعو 8132. هاو معك حسين 8132. جعفور صباح النور. بخير. صباح النور حسين. يا بيت وينك يا دمدوم؟ مش بخير. وينك يا باترون؟ وينك؟ أنا في كيوسك ليبيا يا جعفور. هاي يا بي اكتشفتوا ليه ليها؟ قبل علي. اي سهلة الحكاية طلعتها؟ لا سهلة برشا. كي
كيفاش تمت العملية؟ أوصف لي. والله أنا من السبعة ونص هكاك من اللي عطيتني الهندسة الثانية وأنا نقانص. هو داخل هكا بالكهرباء وأنا ألقيت القبض عليه. وأنت ألقيت القبض عليه، إن شاء الله مبروك حسان، ربحت معانا اليوم كارت أوكارد بقيمة 50 دينار إيسونس وبدون زيت فيدونج أكسل ألترا إس 10W40 من إهداء أويل ليبيا. والناس اللي ماهمش تاكسيستي ويحبوا يلعبوا معانا في بطاقة جلب كيما حسان ويربحوا، يبعثوا اسم على يبعثوا فز ونمرو التاكسي على 85006. كيف باش يعرفوا التاكسي اللي ربح؟ يلقاو علم اويل ليبيا خارج من الشباك، يدخلوا معنا في قرعه وصاحب الحظ السعيد باش يربح معنا ان شاء الله كارت اوكارت قيمه 50 دينار سونس وديما من اهداء اويل ليبيا. مبروك مبروك يا حياه قلبي، مبروك 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 يا حياه قلبي، مبروك هالفرحه فرحتنا.